هذه الألواح واللقى الآثارية التي تزخر بها قاعات متحف الناصرية الحضاري أثبتت منذ آلاف السنين حقيقة عززها العلم الحديث وأضاف لها رصانة. هذه الحقيقة تقول بأن عرب الأهوار هم المجتمعات الأصلية لبلاد رافدين. بويا حنيت بسقم حالي جفوفك ليش حنيت ضلوع من كفر ممشاي. فسكان الأهوار شعب أصيل في الميزوبوتاميا ولهم علاقة وثيقة ومتينة بالسومريين، وبحسب دراسات بحثية جينية نظمت في مراكز عالمية فهم أفضل مصادر التسلسل الجيني لشعوب بلاد ما بين النهرين. ما ريد حبيبي غير شخصك أبد والله أبد. أثبت جينيا يعني وفقا للسلالة الذكورية جيوان يعتقد أنهم أو أثبت أنه سكان الأهوار هم سكان سومريين أصليين، لكن باعتبار أكو هجرات جاءت من شبه الجزيرة العربية للعرب، فكان هناك امتزاج أو اختلاط بالجينات بين العرب والسومريين الأصليين. ومن الأشياء اللي يعني محظوظ العراق بها أنه عرب الأهوار حافظوا على هذه التقاليد السومرية وأوصلونا أو أوصلوها إلينا بهذا الشكل وبهذه الدقة. طبيعة معيشة الأهواريين ونمط حياتهم هي ذاتها التي وجدت نقوشها في الألواح السومرية، زراعتهم وتدجين الجاموس فضلاً عن طريقتهم في بناء بيوتهم من القصب وصناعة المشحوف وشباك الصيد وأدوات الطبخ وغيرها، تؤكد نظرية جذورهم السومرية العريقة، حتى لهجتهم وتداول أصوات الغناء بينهم. تحش مهلك علي يا ويلي يا ويلي. ما شات هلا يا بيض تردا وين ما شات يقول ان نشتري من المحل. قبل ان ينطق العلم بآلاف السنين لطالما كانت سماتهم السومرية وأساليب معيشتهم شواهداً أن عرب الأهوار هم أصل شعوب الرافدين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.